استكمل المجلس القومي للمرأة فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة لليوم الثاني على التوالي بحي منشية ناصر من خلال تنظيم ندوة إرشادية لتوعية السيدات بأهمية الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية المقبلة لما له من أثر بالغ في تنمية الوطن والمحافظة على مكتسباته التي تحققت في الفترة الماضية. لليوم الثاني على التوالي تستمر فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة بحي منشية ناصر بهدف توعية المواطنين وخاصة النساء بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. الهدف من الحملة دي التوعية بأهمية النزول، يعني احنا ما بنفرضش عليهم ولا بنقول اسماء تدي مين او ما تديش مين، ولكن الهدف الاساسي ان احنا بنحثهم على النزول، لان النزول ده يعني في حد ذاته لحد اللجنة ده بننمي فيهم ثقافة الثقافة الانتخابية. فالام لها تأثير على ولادها ولها تأثير على جوزها ولها تأثير على جيرانها، وهي بتنزل بصراحة بجدية وباهتمام لأي عمل بتوكل إليه. أنا في الانتخابات لما بروح الصبح كنت بلاقي أول ناس رايحة الستات، وهي رايحة تجيب الخضار بتحاود على لجنة الانتخابات. أنا مديرة في أحد البنوك، قبل ما بروح شغلي الصبح بحاود علشان أدي بصوتي لأم، هي اللي بتبقى فاهمة أولادها وقارية فكرهم وبتقدر إزاي تأثر عليهم. تعتبر النساء من أهم العناصر المؤثرة في المشهد الانتخابي، لذلك يتم توعيتهن لتجنب الأخطاء الشائعة خلال العملية الانتخابية. إحنا النهاردة في مؤتمر المجلس القومي للمرأة عامله علشان الانتخابات الرئاسية، وكل واحد لازم يدلي بصوته ولازم نوعي ولادنا ونفهمهم ان ده واجب لازم كل واحد يعمله، ولازم نملى الانتخابات وننزل نقول صوتنا بكل صراحه، وكل اللي عايز حاجه بيقولها، لكن ما نبطلش صوتنا وما ندخلش اللجنه ونطلع نبوظ الصوت. انا بستفيد كست ان انا بعلم ولادي وقرايبي في البيت وجيراني، لما بقعد معاهم اقول لهم يعني ايه ازاي تدي صوتك وازاي تتعلم على الصوت ما يكونش باطل، وازاي يبقى صوتي صح ما يبقاش علم علامات. هنا في معظم منشيه ناصر والناس مش بتعرف ازاي تعلم، مش بتعرف ازاي تنتخب. تستمر الحمله حتى 15 من مارس المقبل، وتشمل ما يقرب من 500 لقاء مجمع بالقرى وعواصم المحافظات، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب بمشاركة كل فروع المجلس بالمحافظات. ندى هشام، أون لايف.